فكرة كويسة جدا، وكابتن فتحي مبروك بصراحة، وهنا في بيثقف اللعيبة بتوعه، وفي نفس الوقت أنا ما أجي أدي محاضرة للاعبين في السن القطاع الناشئين دي أنا بسهل مهمة الحكم على فكرة، إن كل ما الحكم يدير لقاءات لناس فاهمة قانون بتسهل جدا من لقائه. فأنا شايف إن دي حاجة بصراحة إيجابية جدا، فكرة جيد جدا، وبدأ بالسن اللي هو صغير 2005 بيسألوا أسئلة كويسة جدا جدا، مش في التعديلات بس، لا في بعض الحاجات برضو اللي موجودة أصلا في القانون، ودي انا بحاول بقدر الامكان وضحتها لهم علاوه بالحاجات اللي بالفيديو اللي احنا ورناها لهم، واعتقد ان شاء الله اللعيبه استفادوا. وهتحس، خلي بالك كابتن فاروق، انت كل ما تبقى عارف قانون كره القدم بالتعديلات بتسهلك قوي اثناء المباراه وانت بتلعبها، وبتسهل برضو مهمه الحكم. التعديلات الجديده ممكن الجهاز الفني والاداري يستفيد منها، وممكن برضو لو ما يعرفهاش ممكن يتاذي منها. يعني من ضمن الحاجات التعديلات مثلا لو اي واحد من الجهاز الفني او الاداري اللي بره عمل خطا تجاه الحكم سلوكي او غير سلوكي، والحكم مش عارف مين هو هيروح للمدير الفني وهيطلع المدير الفني بره. فدي نقطه مهمه جدا، ليه برضو الاتحاد الدولي عمل المدير الفني؟ عشان المدير الفني هو المسؤول مسؤوليه كامله عن اللعيبه جوه الملعب وارض الملعب اللي جنبه. فطبعا كل ما المدير الفني والاجهزه الاداريه المعونه اللي معاه تبقى ملمه بالتعديلات هتسهله جدا من المهمه. انا برضو اتعمدت في الشرح النهارده، انت عارف في المحاضرات كلها اما تبقى كلام برضو بتبقى فيها جزء من الملل، انما اما تجيبها بتتكلم مع شرح حاله بالفيديو لعيبه انت عارفها سواء في كاس العالم او في البطولات العالميه، دي بتسهلها على المستمع وبتخليه برضو على طول ايه مستعد انه عاوز يسمع ايه الجديد، وكل حاجه هو بيشوفها لا يمكن ينساها. يعني انا ممكن اقول لك حاجه ممكن بعد فتره ايه انساها، انما اما اقولها لك وتشوفها بالفيديو على الهواء لا دي صعبه قوي تنساها، وبتبقى عمليه وبيشوف حاجات عمليه، ليه القانون كان كده وبقى كده، فاحنا بنجيب له ليه كان كده وبقى كده ليه. معظم التعديلات اللي تمت كانت هدفها النهائي السلوك الرياضي، بدايه من مثلا وقف الحيطه، اما بتيجي كنت بتقف واحد بيقف جنبك لا لازم يبقى فيه متر، غير بشروط معينه ان لازم الحيطه دي يزيد عن عدد 2 مثلا، كان بتعمل مشاكل في ارض الملعب. الاسقاط لما كان الحكم بيعمل اسقاط بتبقى فيها مشاكل، لا دلوقتي الاسقاط اللعيب بس هو اللي بياخد الكوره، هو اخر واحد لمس الكوره، برضو دي بتقلل من ناحيه الحده في السلوك. رقم 3 في حته الاستبدال، كنت بتلاقي اللعيب وهو خارج بيمشي على مهله، بتلاقي لعيب تاني يزق ويخبطه لو بنلعب مثلا في وقت صعب شويه في الوقت الضايع، لا التعديلات برضو قانون جديد برضو راحت على الحته دي، قالت لا يخرج من اقرب نقطه مع اخذ بعض الاعتبارات اللي هي السلامه. فتلاقي كل التعديلات رايحه على السلوك الرياضي اللي هي بتخدم في الاخر ايه الفير بلاي. اما تشرح للفرق الناشئين من وجهه نظر انا اهم اما تشرح لفريق درجه اولى، لان الفرق الناشئين دي خلاص وانت باخدهم من الناس اللي سمعوا الحاجات دي لا يمكن ينساهم، انما بتاع الدرجه الاولى اوكي هيسمعها ولازم طبعا ينفذها، انما القطاع الناشئين ده وكل ما تنزل في قطاع الناشئين خلي بالك انت الشرح بيبقى اصعب كل ما تنزل تحت، زي التحكيم الحكم كل ما ينزل للسن الاصغر بيبقى اصعب مش اسهل. تمام، اللي اتعمل ده هو صح، انك تشرح للصغير، الصغير خلاص هيبقى خلاص عارف الجديد اب تو ديت، الكبير تشرح له بس الصغير مهم جدا لان هو في يوم من الايام هيكبر وبكره هيكبر باذن الله وبعده هيكبر. فطبعا دي كانت فكره كويسه انك تبتدي بقطاع الناشئين.